معي من دمشق عضو مجلس الشعب السابق الدكتور إبراهيم زعرور. أهلا بدكتور إبراهيم. طبعا دكتور إبراهيم رأينا حياك الله تضامن عربي كبير ليس فقط في المساعدات الإنسانية لكن عبر الزيارات الكثيرة لدمشق والمناطق المتضررة. اليوم وفود برلمانية رؤساء وفود يزورون دمشق يتحدثون يقولون ضرورة عودة يعني سوريا إلى حضنها في الجامعة العربية. هل أنتم متفائلون في هذه العودة مع كل هذه الأحداث؟ طبعا شكرا لك أخي ولقناتكم الكريمة. بالتأكيد هناك قرار في المؤتمر البرلماني العربي الذي عقد في بغداد، قرار عربي جماعي بضرورة عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية وفي البرلمان العربي. وكما تعرفون أن سوريا هي عضو مؤسس في الجامعة العربية وعضو مؤسس في البرلمان العربي وعضو مؤسس في الأمم المتحدة، وبالتالي ربما الوفود العربية الشقيقة التي توافدت إلى دمشق اليوم حقيقة هي لتنفيذ قرار المجلس البرلمان العربي المنعقد في بغداد رقم 34، الدورة في دورته المنعقدة في بغداد 34، وهناك إجماع عربي كامل حقيقة على التضامن والوقوف إلى جانب سوريا ليس فقط في مسألة الزلزال وأيضا في حتى مواجهة الاستحقاقات الأخرى في العقوبات وفي الحصار وفي الإرهاب وفي الأفكار أيضا الصادمة التي يحملها البعض بشكل أو بآخر. وبالتالي هذا تعبير حقيقي وهو موقف يسجل للأشقاء العرب في البرلمانات العربية حقيقة التي تعبر عن رغبة الشعب العربي في أقطار الوطن العربي التي هي 18 دولة عربية شاركت في اجتماع بغداد، وهذا مؤشر إيجابي نحن نعول عليه. ونحن دائما كنا وما زلنا وسنبقى نعول على أشقائنا العرب سواء الشعب العربي أو سواء البرلمانات العربية أو سواء الحكومات العربية. وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يكون العرب متضامنين متكافلين متعاونين مع بعضهم البعض في مواجهة كثير من الاستحقاقات ليس في سوريا وفي المنطقة وإنما في الإقليم وفي الوضع الدولي. ونحن نعرف مدى التشابكات الدولية اليوم ومدى التغيرات التي تحصل في العالم من ظهور عدة أقطاب في العالم، لأن العالم لم يعد يستطيع أن يتحمل أن قطبا واحدا هو المهيمن وهو المسيطر. يعني دكتور إبراهيم بعيدا عن هذه الأقطاب والشأن السياسي، بالطبع هذا الزلزال الكبير ربما أعطى بعدا إنسانيا أكبر للسوريين حتى تجاوز هذه الأزمة والحرب السورية التي امتدت إلى عقد من الزمان. هل أنتم متفائلون في وجود يعني مثلا الرئيس السوري أو رئيس الحكومة في الاجتماع القادم سواء كان للجامعة العربية أو حتى للقادة العرب؟ هل وصلتم إلى هذه القناعة مع كل هذه الأحداث؟ حقيقة لا يمكن لأي حدث أن يأتي بشكل منقطع عن السياق العام. السياق العام الذي يجري منذ بضع أشهر حقيقة يتجه إلى هذه المسألة، ونحن أيضا متفائلين جدا بأن تكون الدولة السورية حاضرة في الجامعة العربية وحاضرة مع أشقائها العرب في العواصم العربية، وأن يكون الأشقاء العرب أيضا حاضرين في دمشق في زيارات متبادلة ثنائية بين الشقيقة سوريا وبين الأشقاء العرب الآخرين. نحن متفائلين جدا، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يحصل وهو الذي سيحصل فعلا. وهناك معطيات حقيقة كثيرة وهناك دراسات وتقارير ومعلومات تؤكد على قيام مثل هذه القضية بتحقيق الوجود الحضور السوري المميز مع أشقائه العرب. دعني أختم معك بهذا السؤال دكتور إبراهيم. بالطبع يعني الكثير من الدول العربية ساعدت سوريا وقفت مع سوريا وهذا واجب يعني في مسألة الزلزال خصوصا، لكن مع هذا التقارب الكبير ما الذي يجب عليه فعله الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين في تعزيز هذا التواصل أيضا مع الدول العربية؟ يعني
طبيعة الحراك كيف يجب أن تكون بعد كل هذه الأحداث الإيجابية إذا ما استطعنا وصفها؟ يعني نحن نتوجه لأن تتحول المحنة إلى فرصة. ربما الزلزال، المحنة، الكارثة، النكبة، أن يتحول هذه المحنة إلى فرصة لإعادة هذه العلاقات، ولأيضا التفكير الجدي والواقعي والمسؤول من الأشقاء العرب ومن الدولة السورية بضرورة هذا التواصل وضرورة العودة الأمور إلى طبيعتها. نحن نريد حقيقة أن تكون سوريا حاضرة في الأقطار الوطن العربي، وأن يكون الأشقاء العرب حاضرين في سوريا، ويجب أن تنتهي هذه المأساة الكبيرة التي ضربت سوريا منذ عام 2011 إلى اليوم، وجاء وأيضا أن ترفع العقوبات والحصار، هذه العقوبات الجائرة والحصار الجائر، وأن نتجه جميعا إلى أن نكون وحدة متكاملة مع بعضنا البعض، ندافع عن مصالح الأمة العربية وعن قضاياها وعن مستقبلها، وأن نرسم للأجيال القادمة حقيقة حياة أفضل في ظل قيام التكتلات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في العالم. من دمشق عضو مجلس الشعب السابق الدكتور إبراهيم زعرور، شكرا جزيلا لك.